اهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعرف كيفية تحويل النصوص الى جدول. طبعا الكثير من النصوص قد نجلبها من الانترنت او ممكن نكتبها بطريقة نصية وليس بطريقة الجدول مثل ما نلاحظ بهذا الشكل. وطبعا يجب فصل الاعمدة يعني تسلسل الاسم الاختصاص يجب فصلهن بعلامة التاب او علامة النجمة او الشارحة او اي وسيلة فصل اخرى. مثلا عندنا هنا ثلاثة راح نفصل تاب، مثلا راح يكون علي تاب وراح يكون الاختصاص طابعي، وهكذا اكتب البيانات بهاء مخرج بهذا الشكل. لو عدنا هاي المعلومات وحبينا نحولها الى جدول، طبعا العملية جدا سهلة، نحدد هذه البيانات ومن ادراج جدول ونختار تحويل النص الى جدول. راح تظهر لنا هذه النافذة، طبعا هي نافذة استعلامية، عدد الأعمدة 3 1 2 3 وعدد الصفوف 5 1 2 3 4 5 ومن ثم موافق. إذا لاحظ أن العملية راح تكون بهذا الشكل وراح تتحول البيانات إلى جدول. طبعا بالإمكان الفصل من خلال وسائل الفصل الأخرى. طيب مثلا عندنا 1 فاصلة ومن ثم نجمة ومن ثم مثلا محمد، ومن ثم راح نضغط على نجمة ونكتب مصمم. بنفس الطريقة السطر الثاني 2 علي نجمة ومبرمج بهذا الشكل. راح نجي نحدد البيانات ومن إدراج جدول وتحويل النص إلى جدول. طبعا راح نجي نغير من فقرات إلى غير ذلك، وراح نضيف الوسيلة اللي تم الفصل من خلالها. طبعا في هذه الحالة فصلنا بالنجمة، راح نكتب نجمة بهذا المكان ثم موافق. نلاحظ انه راح يكون عندنا بهذا الشكل. طبعا ممكن نتراجع هنا، طبعا ما خلينا النجمة، فقط نضيف النجمة ونعيد العملية من ادراج وجدول تحويل البيانات الى جدول. طبعا نتأكد من كتابة النجمة ومن ثم موافق. نلاحظ انه تم تحويل البيانات الى جدول.